هذا الدرس راح نحكي عن الفور المتداخلة. أوكي، نفرض عندنا فور، أوكي عادية، أوكي للعشرة، أوكي ومن الصفر للعشرة، أوكي وتطبع لنا الآي، أوكي ونشغلها ونشوف راح تطبع عندنا من صفر للتسعة، هي العشر خانات. اوكي اذا اريد تطبع لنا من الواحد للعشرة اي زائد واحد، اطبع لنا اي زائد واحد نفس الشيء. اوكي راح نشغل، راح اطبع لنا من الواحد للعشرة. اوكي زين، هاي شغلة. الشغلة الثانية نريد نفوت بيها احنا، اوكي اريد نحكي على الاف فور المتداخلة. داخل هذا الفور راح اعرف فور ثانية، المتغير حسمي اكس وايضا للعشرة واكس بلس بلس. اللي راح يصير هنا شنو؟ هنشغل البرنامج طبعا، نحط دوار الحمراء حتى تشوف شو يصير. اوكي اللي راح يصير خلينا نشرحه قبل ما نفوت بالديباج. راح يشتغل البرنامج، اخذ الاي قيمة صفر، اوكي نجي للوب، اللوب الخاص مال اكس، اشتغل على اللوب، اللوب الاول والثاني وكمل لحد العشرة. اوكي كمل اللوب هذا خلاص، اجا كمل اللوب الكبير، اطل اي صار اي واحد ورجع، هم فات باللوب الجديد من الصفر اب، طبعا اخذه كمل 10 لوبات هنا ورجع الاي اثنين، يعني ويا كل فرة من اللوب الكبير اللوب الصغير يكمل فراته كليتن. اوكي ويا كل فرة من اللوب الكبير اللوب الصغير يكمل فراته كليتها، يكمل المادة من الصفر لحد التسعة، وراها يلا يكبر الواحد بواحد يصير اثنين مثلا، ويرجع هنا يكمل من الصفر للتسعة يلا يصير كبير ثلاثة. خلينا نشوف ان شاء الله نشوف. هسه الآي عندنا صفر، اوكي اف 10 طبعا نقدم بالخطوات، الآي عندنا صفر، الاكس ايضا صفر. اوكي حيطبع عندنا الاكس صفر والواحد والاثنين، حيكمل الاكس كليته مثل ما شفتوا عندي يطبع صار ثلاثة، ويكمل كليته الاكس، الاكس هسه صار سبعة ثمانية تسعة. اوكي الاكس صار عشرة، عشرة اكبر من عشرة لا، خلص هذا اللوب الصغير. اوكي طلع لي اللوب الكبير، رجع زيد الاي واحد صار الاي واحد، اوكي ورجع طبع الاي اللي هو صار واحد مثل ما تشوفون ورا تسعة، وحيكمل باللوب الصغير، طبعا اللوب الصغير رجع بدا من الصفر الاكس رجع صفر عندنا، حيكمل اللوب الصغير كليته يطبع من الصفر للتسعة. اوكي لحد ما وصل اللوب لهسه يلا راح يزيد الاي بواحد، صارت الاي اثنين يرجع يكمل اللوب الصغير. اتصور صارت مفهومة عندكم، اذا تشوفون اللوب الصغير يكمل شغله يلا اللوب الكبير يرجع يزيد بواحد. اوكي اذا نريد نطلع من اللوب دوس F5، F5 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 ويا كل F5 دي يطلع من الصفر للتسعة. اوكي طلع عندنا من اللوب، نوقف البرنامج. اوكي خلينا ناخذ تطبيق مهم وحلو وبسيط وراح نفهم بيه العملية. ناخذ نسوي جدول الضرب، اوكي جدول الضرب مال واحد اثنين ثلاثة والاربعة لحد العشرة، ويا اللوب الكبير راح نثبت القيمة الأولى اللي هي مثلا واحد. اوكي بعدين نحط علامة الفي، ويا اللوب الصغير نضربها مرة بواحد مرة باثنين مرة بثلاثة، يعني يصير واحد في واحد واحد في اثنين واحد في ثلاثة. اوكي ونطلع الناتج ونشوف. اول شي نطبع احنا بيا رقم، اوكي مثلا نحط double quotation نحط اوكي زائد الاي، اوكي زائد هم نرجع نحط بالدبل كوتيشن نحط ناقصات حتى تكون عندنا واضحة. اوكي سد القوس، اوكي خلينا نشوف شو راح يصير عندنا. اوكي مبدئيا راح يصير هيك من الصفر للتسعة، ويا كل لوب اوكي راح نطبع داخل اللوب الصغير طبعا دوت رايت لاين، اوكي الاي طبعا نحط في النقطتين هيجي، اوكي زائد الاي، اوكي وزائد اللوخ علامة الضرب،
اوكي زائد اللوخ عادي، احنا نقدر نحط اكثر من زائد. باليا متغير الثاني الاكس، اوكي زائد اللوخ. وهمين حنحط علامة اليساوي داخل double quotation وزائد اللوخ، اوكي الناتج اللي هي خلينا نعرفها متغير هنا، نقول انت دي اوكي يساوي اي في اكس، يعني اذا نحسب احنا نحطه بالدي وراها دي نجن طبعا. اوكي شنو اللي صار عندنا هنا؟ حطينا اول شيء حتى يبين ناقص يطلع على الشاشه، والاي ورا علامه الضرب وقيمه الاكس تساوي الدي اللي هي الاي في اكس. اوكي خلينا نشغل البرنامج ونشوف. اوكي نرجع بدايته فوق، الاي صفر، الصفر ويا الكل صفر، صفر ويا صفر صفر، صفر ويا الواحد صفر. اوكي الواحد تشوفون هذا الواحد، واحد في صفر صفر، واحد في واحد. اوكي والاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة، جدول ضرب كامل. اوكي اتمنى ان استفاديتوا من هذا الدرس، و لان هو راح يكون كلش مهم. اوكي وانتوا تعرفون شلون تستخدمون الفور، فور داخل فور، وشلون تطبعون على الشاشة بالزائد. اوكي يعني كونسول دوت رايت لاين حيكون بيها اكثر من امر طباعة، واحد اكثر من امر طباعة. اوكي شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم.